هشام حفيد الفنانة الراحلة. عايز أقول حاجة مهمة جدا عرفتها من الأستاذة إيمان جمجوم بنت الفنانة الراحلة، إن الفنانة الراحلة فيروز كانت دايما تقول إن سيف هو نفسها اللي تتنفس بيه. وهنستأذن الأستاذة إيمان جمجوم لو سمحتي شرفينا على المسرح، اتفضلي. والآن مع تكريم الفنان الرائع أحمد راتب. والآن تكريم الفنان صانع البسمة فاروق فلوكس.